بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلينا نتوكل. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله هنكمل الجزء المتبقي لنا في المحاضره الخاصه بمحاضره البروتينات، وكنا واقفين عند جزئيه كده صغيره اسمها ايه، الاستراكشر اوف البروتين. مش عارف يعني ليه جزئيه اصلا يعني متكرره 3 4 مرات في المحاضره صراحه، فانا مش فاهم ايه لازمتها. يعني احنا قلنا يعني هو جاي من الاخر يقول لك مما يتكون البروتين. واحد يقول لي اه والله همي بكي وهمي يضحك يا دكتور. البروتين هو عباره عن مجموعه من الامينو اسيد، تمام؟ عدد الامينو اسيد في هذا الجزيء عشان اقول عليه بروتين لازم يكون اكتر من 50. هذه الامينو اسيد بتبقى ماسكه مع بعضها البعض برابطه اسمها رابطه بروتينيه which is called البيبتايد بوند. وانا قلت لك البيبتايد بوند دي رابطه قويه جدا، مش اي حاجه هتقدر تكسر. طيب بس هو ده البروتين، عدد كبير جدا من الامينو اسيد، كم يعني اكتر من 20، ممتاز جدا. اكتر من 50، ممتاز جدا. الامينو اسيدز ديت هتبقى ماسكه مع بعضها البعض برابطه بروتينيه او برابطه قويه which is called البيبتايد بوند. طيب البيبتايد بوند بقى دي الحته الجديده اللي ما قلناهاش، عباره عن ايه؟ بص انا هرسم لك جزيئين امينو اسيدز وهقول لك ازاي بيمسكوا مع بعض. ادا واحد اهو، تمام؟ هنا عباره عن مجموعه الكربوكسيل جروب زي ما احنا قلنا، وهنا عباره عن مجموعه ال NH2. مجموعه مين؟ ال NH2 او NH2، وهنا ال H، وهنا ال R، ايا كان ال R دي عامله ازاي. وهنا اهوت مركب اخر برضو، شوف هيبقى عامل ازاي، COOH، وهنا C كربون الفا كربون، وهنا NH2، وهنا H، وهنا R. عايزين المركبين دول يمسكوا مع بعض ببيبتايد بوند عشان يكملوا لي البولي بيبتايد اتش. قال لك البيبتايد بوند بقى هي رابطه، حلو، بيكون عند طرف لازم يبقى الرابطه ما بين الاتي ات وان اند، يعني عند الطرف ده اهو، ادي طرف وادي طرف اهو، ات وان اند لازم يكون في كربوكسيليك جروب، وعند النهايه الثانيه لازم يكون في ان اتش جروب. طب النهايه اللي فيها كربوكسيليك جروب بقول عليها سي تيرمينال. طب النهايه اللي فيها الان اتش جروب بقول عليه او الامينو جروب ان تيرمينال. بس يعني من الاخر، هل ينفع مثلا كنت اربط السي او او اتش بالاتش ده؟ لا. طب هل ينفع مثلا اربط الان اتش 2 بالاتش ده؟ برضه لا. لازم عشان تربط اثنين امينو اسيدز مع بعض ببيبتايد بوند تكون البيبتايد بوند عند طرف كربوكسيليك جروب وعند طرف امينو جروب، والطرف اللي فيه كربوكسيليك جروب بقول عليه سي تيرمينال، والطرف اللي فيه امينو جروب بقول عليه ان اتش تيرمينال. طبعا الرابطه هتبقى عامله ازاي لما نربطهم مع بعض؟ اكيد مش هتبقى بالشكل ده، هيبقى هتشيل هنا اهوت اتش وهتشيل من هنا اهوت اتش او او اتش، فيبقى الشكل عامل كده. وبص ادي الرابطه اهي، تمام؟ وهنا اهوت يعني ارسمها لك رسمه ايه؟ امسحها لك كلها اهو وارسمها لك بقى، هيبقى الناتج النهائي بتاعهم عامل ازاي. بص هيبقى هنا اهو كده ان، وهنا هو ماسك فيها اتش اهي، وهنا الرابطه، حلو، وادا السي ماسك فيها رابطه اهو، دبل بوند، شكرا. بس بدل ما كانت سي او او اتش وهنا ان اتش 2، احنا فقدنا من هنا اتش وفقدنا من هنا او اتش عشان اقدر اربط الاثنين مع بعض. الرابطه دي اسمها ايه؟ اسمها البيبتايد بوند. عندي ناحيه كان فيها امينو جروب وناحيه فيها كربوكسيليك جروب، واللي فيها الامينو جروب رحت مسميها ان تيرمينال، واللي فيها الاسيدك جروب او الكربوكسيليك جروب سميتها سي تيرمينال. بس شوف الكلام مكتوب ازاي بقى يا باشا. قال لك الوحدات البنائيه للبروتين او مما يتكون البروتين. البروتين بيتكون من اعداد كبيره جدا من الامينو اسيدز، ماشي. هذه الامينو اسيدز ماسكه مع بعضها البعض بروابط اسمها البيبتايد بوند، ممتاز جدا. عند نهايه من البيبتايد تشينز، حلو، عند النهايه بيكون في فري كربوكسيليك جروب، وعندي بقول عليها سي تيرمينال، وعند النهايه الاخرى بيكون في ان اتش 2 جروب، وبقول عليها ايه يا دكتور؟ بقول عليها الان تيرمينال. يعني من الاخر كده لو انا افترضت معاك مجازا ان دي عباره عن، دي عباره عن مين يا باشا؟ دي عباره عن بولي بيبتايد تشي، لازم في النهايه ده اهي، لازم النهايه ده اهي يكون في ان اتش 2، والنهايه ده اهي لازم يكون في سي او او اتش 3. ما هو انت تخيلها كده مع بعض، ان كل امينو اسيد بيمسك في الثاني، السي او او اتش بتمسك في الان اتش، شكرا. ده البيبتايد بوند بتاعتي. عشان يكون في بقى نهايه، يعني نهايه هنا دي فاضيه، عشان لو عايزه تمسك في سي او او اتش وتكمل، ودي برضو لو عايزه تمسك في ان اتش 2 وتكمل. فعشان كده بيقول لك ايه بقى، عند النهايه بتاع البيبتايد تشينز، تمام، سلسله عديد البيبتايدات ده اهي، بتلاقي
ان نهايه فيهم ان اتش 2 بقول عليها ان ترمينال، ونهايه سي او او اتش بقول عليها سي ترمينال. يبقى النهايه ده اهي بقول عليها الان ترمينال، والنهايه ده اهي بقول عليها السي ترمينال. دي معنى الكلام. هل يفرق معايا في شيء في الامتحان؟ هي مش هتفرق، بس عشان تبقى انت جاست فاهمها وبس. وهنا المثال اهو ازاي تربط الاثنين مع بعض بحيث ان الناتج النهائي يحقق لك الفايده او يحقق لك المعلومه ده اهي، ان يكون عندك ما يطلق عليه بي ان ترمينال وسي ترمينال. يعني نهايه هنا فيها سي او اتش فري، ونهايه هنا فيها ان اتش 2 فري. ماشي يا باشا؟ ماشي. طيب تعالى بقى يلا نتكلم عن تنظيم البروتين في الجسم، which is called protein organizations. ركز بقى معايا كده، اكتب جنبها كده اهو جنب البروتين organizations عشان تفهمها. هي عبارة عن عملية تنيي البروتين، بتسوي ده folding للبروتين. بص يا باشا، القصة بتبدأ كالآتي. انت المفروض لو انا افترضت معاك مجازا ان دي خلية من خلايا جسم الانسان، وهذه الخلية جواها النواة اهو، وادا المحتوى الوراثي بتاعي. حلو حلو. وانا عايز اصنع بروتين، المفروض ان القصه بتبدا ازاي؟ زي ما خدت في سمستر 1، ان المفروض ان في عندي هنا جين اهو اللي بالاحمر ده، جين الجين ده هو شايل شفره. تمام تمام. الشفره دي لما ترجمها بتصنع البروتين. ايه اللي بيحصل؟ بنقوم جايين هنا على الشفره ومصنعين الام ار ان ايه اللي احنا كنا بنسميه الار ان ايه الرسول. والام ار ان ايه دهوت يا باشا يطلع ويقوم جاي جوه جزيء ده، جزيء ده اسمه ايه بقى؟ برافو عليك، ده اسمه الريبوزوم. الام ار ان ايه ده اهو يقوم جاي داخل لك جوه الريبوزوم زي ما انت شايف كده. والريبوزوم عباره عن ايه؟ انت عارف والله العظيم خدت الكلام ده. الريبوزوم عباره عن مجموعه من البروتينات ماسك فيها الريبوزومال ار ان ايه. ماسك فيها مين؟ الريبوزومال ار ان ايه. ريبوزومال ار ان ايه. نبدا بقى نترجم الام ار ان ايه ده اهو ونصنع سلسله عديد البروتينات. شكرا. اي سلسله عديد البروتينات. حلو حلو. بتبقى طالعه في الصوره الاوليه بتاعتها. البروتين بقى بيقول لك ايه بقى؟ البروتين الناتج ده هو ولا ليه اي لازمه ولا ليه اي وظيفه ولا يقدر يقوم باي حاجه. فلذلك عشان اي بروتين في الدنيا يقوم بوظيفته بعد ما حضرتك تنتجه من الريبوزوم لازم تعمل فيه تظبيط، توضيب، ترتيب، بقول عليه اورجانيزيشن، او في روايه بقى اتنيه ولففه بقول عليه فولدنج. فلما تيجي تبص معايا القصه بدأ ازاي او الكلام كان بادئ ازاي، يقول لك في حته البروتين اورجانيزيشن تفهم بس كل سطر. عشان البروتين بتاعك يقوم بوظيفته لازم يتنى، لازم يحصل له فولدد. يعني ايه يتنى؟ وهو طالع ما بيبقاش متن، بيبقى عامل كده. هقول لك بيبقى عامل كده بيبقى اسمه ايه؟ عشان يشتغل لازم يبقى عامل كده. لو ما هوش عامل كده اهو مش هيشتغل. تمام كده يا باشا؟ العامله اللي قدامي ده يا دكتور اسمها الفولدنج. تمام تمام. طيب الصوره اللي البروتين بيطلع فيها اللي انا رسمها لك دي بقول عليها الصوره الاوليه، الصوره النايف، الصوره الغير ناضجه، الصورة المستقيمة بقول عليها البرايمري ستراكشر. برايمري ستراكشر. المفروض انا اعمل ايه بقى يا دكتور؟ احول البروتين من البرايمري ستراكشر للسكندري ستراكشر، وبعدين بعد ما احوله من السكندري ستراكشر احوله للتيرشر ستراكشر اهو، وبعد ما احوله للتيرشر ستراكشرز احوله للكواترنري ستراكشرز لو ينفع. وهقول لك يعني ايه لو ينفع. يبقى انت البروتين بتاعك بيحصل له اورجانيزيشنز في اربع خطوات. الخطوه الاولانيه اللي انا بقول عليها برايمري اورجانيزيشنز او برايمري بروتين ستراكشرز، هي الصوره الاوليه من البروتين او الصوره الغير ناضجه من البروتين. تمام. سكندري ستراكشرز بعدل شويه على البرايمري وبيبقى اسمها سكندري. طب التيرشري بعدل شويه على السكندري وبيبقى اسمها تيرشري. والكواترنري اللي هي رقم أربعة بعدل برضو شويه على التيرشري وبيقول عليها كواترنري. طب عايزين نعرف كل واحده من دول ايه الميزه اللي فيها. ليه بقول على البروتين في الاولانيه برايمري وفي الثانيه سكندري وفي الثالثه تيرشري وفي الرابعه كواترنري؟ سهل الكلام، الموضوع ده في شرح كتير جدا، ولكن الحمد لله هو مختصره لك باختصار شديد. قال لك ايه؟ انت لما تيجي تبص تلاقي البروتين عباره عن الاتي، وركز معايا، مجموعه من الامينو اسيد اهو. هذه الامينو اسيد مرتبطه مع بعضها البعض. تمام، خلي بالك، مرتبطه مع بعضها البعض بربطة واحدة بس، ربطة واحدة بس. اسمها ايه الربطة دي يا دكتور؟ اسمها البيبتايد، البيبتايد بوند. يبقى لما الاقي البروتين بتاع عبارة عن امينو اسيدز ماسكة مع بعضها البعض بربطة اسمها بيبتايد بوند، اقول ان البروتين بتاعي ده هو برايمري ستراكشر. اقول عليه ايه؟ برايمري ستراكشر. خلي بالك بقول ايه؟ ربطة واحدة او نوع واحد بس من الروابط اسمها البيبتايد بوند، اسمه برايمري ستراكشر. يعني ايه برايمري ستراكشرز؟ هو التركيب الذي يتكون من
مجموعة من الأمينو أسيدز مرتبطة مع بعضها بربطة بروتينية اسمها بيبتايد بوند. واحد قال لي يا دكتور انت اشتغل أمي، أقول له يعني إيه؟ ما تقول لي ما كل الأنواع لازم يبقى فيها بيبتايد صح، بس هنا ما فيش إلا ربطة واحدة اسمها إيه؟ بيبتايد بوند. طب إيه اللي أنا بستفيده من البرايمر ستراكشرز؟ قال لك أنت في البرايمر ستراكشرز اللي قدامك كل اللي بتقدر تعرفه أعداد الأمينو أسيد وأنواع الأمينو أسيد الطيب بتاعهما وتتابعات الامينو اسيد اللي انا بقول عليها الارينجمنت، يعني مين ورا مين ورا مين ورا مين من العشرين امينو اسيد. بس لما يبقى مفروض قدامك كده هتقدر تقول لي العدد كام، دي 1 2 3 4 5 6 7 كمل بقى، والنوع ده ايه ونوع ده ايه ونوع ده ايه ونوع ده ايه، والترتيب ده عامل ازاي وهكذا. تمام تمام. مين اللي بيعمل البرايمر ستراكشرز؟ البيبتايد بون. طب عشان تفهم اكتر انقل كده على السكندري، شوف بقى السكندري ستراكشر. قال لك السكندري ستراكشرز وهو في شرح كتير، يعني خلينا نمسح دي كده مش هحتاجها، هو في اكتر واحد فيهم شرح، بيقول لك بيبقى عباره عن ايه. ممكن تلاقي شكل من شكل، ممكن يكون عامل كده، بص كده معايا نركز بالله عليك، او ادي ربطه او امينو اسيد ماسك مع امينو اسيد ماسك مع امينو اسيد ماسك مع امينو اسيد ماسك مع امينو اسيد، كمل، واخد شكل حلزون. ركز بس معايا، اهو 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 اهو، كمل يا دكتور. اما ان الامينو اسيد بتاعك يكون ماسك مع بعضه ببيبتايد بوند واخد شكل الحلزون ده، اعمل كده بس انا بختصر عليك الوقت يعني، او ان الامينو اسيد بتاعك مترتب كده، شوف اللي انا برسمه ده، الامينو اسيد بتاعي مترتب في صوره صفوف شيتس او لير، صوره شيتس او لير. واحد قال لي هل ده يفرق عن ده؟ اقول له باللي انت شايفه حتى الان لا ما يفرقش، بس مشكلتك هنا ايه بقى؟ لما تيجي بقى الامينو اسيد بتاعك يبقى عامل الشكل الحلقي اللي انت شايفه ده، هو عامل زي الحلقه بقول عليه الفا هيليكس، هيليكس تمام. امال ده بقول عليه ايه؟ بيتا شيتس تمام. ركز بس معايا، واحد قال لي برضو يا دكتور هي نفس الفكره، مجموعه من الامينو اسيدز ماسكين مع بعض بالتايب بوند، هي هيها البرايمري؟ اقول له لا، ما انت لما تجيب بقى سلسله البروتين وتحاول تلفها يا باشا، لو انت ما ربطتش اللفات اللي ما بين بعض دي بروابط هيفك من بعض. فبعمل ايه بقى؟ بالاضافه الى، ركز بقى معايا، بالاضافه الى البيبتايد بوند ده في روابط كده، لو انا قلت دي الكربونه 1 2 3 4 5 6 مثلا، بتلاقي كده شوف رابطه هنا مع اختلاف الارقام، على فكره هي لها ارقام معينه ما بين كربونه كام وكربونه كام، شفت تلاقي رابطه طلعت هنا عشان تربط لك دي بده، ورابطه دي تربط لك دي بدي، ورابطه دي تربط لك دي بدي، ورابطه دي تربط لك دي بدي، وتربط لك دي بدي. شايف انت الروابط دي بقى؟ الروابط دي ما هيش بيبتايد بوند، امال دي عباره عن ايه؟ اي حاجه، ممكن تكون هيدروجين بوند، ممكن تكون سلفيت بوند او سلفر بوند، اي رابطه. يبقى انت كده لما تبص في سلسله البروتين وتلاقيها فيها نوعين من الروابط او اكثر، يعني بيبتايد بوند وهيدروجين بوند، ما تقوليش ده برايمر ستراكشر، ده انا كده عدلت في البروتين، ده انا كده لفلفت البروتين بتاعي. طب لما لفلفه في صوره حلزون اقول عليه الفا هيليكس، لما لفلفه في صوره صفوف بقى وابدا اربط الصفوف اللي قدامي ده اهي عشان البروتين بتاعي يمسك نفسه بروابط زي الهيدروجين بوند زي السلفيت بوند، اقول عليه في الحاله دي اهي سكندري ستراكشرز ومن النوع البيتا شيس. يعني ايه بيتا شيس؟ يعني المرتب في صوره صفوف. تعال ناخد المعلومتين دول. بص يا باشا، انا عندي اول اورجانيزيشنز للبروتين بتاعي برايمري ستراكشر. واحد يقول لي يعني ايه برايمري ستراكشرز؟ يعني البروتين بتاعي الامينو اسيدز اللي فيه مرتبطه ببيبتايد بوند فقط فقط فقط، شد من تحتها 100 خط، بيعرف في اعداد الامينو اسيد وانواع الامينو اسيد وتتابعات الامينو اسيد اللي انا بقول عليها السيكونس بتاع الامينو اسيد في البولي بيبتايد تشين. تمام. امال ايه الفرق بقى ما بين البرايمري والسكندري؟ بص يا باشا، قال لك السكندري انت اما ان انت تنظم البروتين بتاعك في صوره حلزون فاقول عليه الفا هيليكس، او تنظمه في صوره صفوف شيتس فبقول عليه بيتا بليتد شيت، يعني المرسوم او المرصوص في صوره صفوف صفوف. تمام. ايه اللي بيحصل بقى؟ انا برتب الحلقات ده اهي، تمام، نجيبها بلون تاني، انا برتب الحلقات اللي قدامي ده هي يا باشا، ركز كده معايا، بترتب الحلقات اللي قدامك ده بروابط غير البيبتايد بوند اللي كانت موجوده هنا، ممكن تكون هيدروجين، ممكن تكون سلفر، ممكن تكون اي حاجه تانية. تمام تمام. لو كان الترتيب بقى بصوره حلزون اقول عليه الفا هيليكس،
يعني بتلف كويلينج للبرايمري ستراكشرز عشان يعمل لك الالفا هيليكس وادى الشكل اهو. طب لو رتبته في صوره صفوف زي الرسمه اللي قدامك ده اهي، ارنجمنت اوف البرايمري ستراكشر الاولاني ده اهو في لونجيتيودينال ليرز، يعني صوره صفوف اهي او طبقات بالطول زي ما انت شايف كده، اروح مسميه سكندري ستراكشر. يبقى الفرق ما بين البرايمري والسكندري هو نوع الروابط وشكل الترتيب. لو عامل حلقه يبقى سكندري، لو عامل صفوف وهما ربطها ببعض يبقى برضه سكندري. امال الترشري، الترشري بقى بدون خوض في تفاصيل حضرتك هتعمل لي شكل ثلاثي الابعاد، شكرا كده، ده الترشري بقى تلففه اكتر واكتر باكتر، فبقول عليه الترشري. والترشري دي اخر خطوه من الفولدنج بتاع البروتين، يعني ما هتلف اكتر من كده. هو بيقول لك ذا فاينل اوردرز، يعني اخر امر او اخر شكل من الاورجنايزيشن، من تتابعات او تنظيم او تحديد شكل البروتينز 3 دايمنشنال ستراكشر، يعني شكل ثلاثي الابعاد، مش فارقه حاجه معايا ترشري شكل ثلاثي الابعاد بس. يبقى البرايمري مجموعه من الامينو اسيدز مرتبطه مع بعضها البعض بنوع واحد بس من الروابط اسمها البيبتايد بوند. امال السكندري مجموعه من الامينو اسيدز مرتبطه مع بعض ببيبتايد بوند ورجعوا ربطوا ببعض بهيدروجين او سلفر او ايا كان نوع تاني من البوند، واخدين شكل من شكلين، اما شكل حلزون او اللي عليه الفا هيليكس، او شكل صفوف بقول عليه بيتا شيت، بقول عليه ايه البيتا شيت، تمام. طب الترشري ده الشكل النهائي 3 دايمنشنال ستراكشرز، تركيب ثلاثي الابعاد. يوم واحد قال لي امال الفورس ده ايه؟ بص بقى معايا، الفورس ده امره سهل خالص وبسيط خالص ومفيش فيه حاجه. قال لك بص الفورس ده، لو انت عندك البروتين بتاعك اتنين بولي بيبتايد زي ما احنا شرحنا في الفيديو اللي فات، يعني ادا سلسلة اهي وادا سلسلة تانية، كل واحدة طبعا هتتكون لوحدها، ففي الفورس انت هتلحمهم مع بعض بس، شكرا. يعني هتجيب دي اهي الناتج النهائي بتاعك، يبقى دي كده الاحمر وادا الازرق بس، دي اللي انت عملته في الفورس، شكرا بس، ده المحصلة النهائية بتاعتك، ده الفورس. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لك الفورس ستراكشرز انا ما بلجألوش الا لو انا البروتين بتاعي اكتر من بولي ببطايت، يعني اتنين مثلا فما فوق، حلو حلو. وفي الحاله ده ايه اللي يحصل؟ كل بولي ببطايت، يعني دي بولي ببطايت اهي بقول عليها يونتس، وحده يونت او سب يونت مش هتفرق معي، نفس المعنى. بص كده معايا في الفورس ستراكشر، قال لك في الفورس ستراكشر ميني بروتين، عدد كبير جدا من البروتينز ما بتكونش من بولي بيبتايد واحده بس، امال ده بتكون من سيفيرال انواع كتيره من البولي بيبتايد تشين. كل بولي بيبتايد تشين بقول عليها سب يونتس، يعني وحدات، يعني وحدات اصغر، يعني كل بولي بيبتايد تشينز بقول عليها وحدات اصغر من البروتين. زي على سبيل المثال بقول لك مثلا الهيموجلوبين نوع بروتين بيتكون من ايه؟ اربع سلاسل من البولي بيبتايد ماسكين مع بعض، سلسله ماسكه مع سلسله ماسكه مع سلسله ماسكة مع سلسلة، مالكش دعوة. كل سلسلة عبارة عن عدد معين، ولو جيت تبص على الصورة فالصورة أبلغ من الكلام. بص كده معايا على الصورة، ده عبارة عن إيه يا باشا؟ ده عبارة عن بولي بيبتايدز. أهي أدا بولي بيبتايد، وأدا النوع ده هو برضه بولي بيبتايد. الاتنين مسكوا مع بعض، ده اسمه كواترنال ستراكشر. طب لو أنا سلسلة البروتين هي بولي بيبتايد واحدة بس، خلاص أنا مش محتاج ألف أكتر، ما أنا لفيتها في الترش، فالفورس ملوش لازمة. يعني أنا ما بلجأش للفورس او التحور الرابع الا لو انا عندي البروتين اكتر من اتنين بولي بيبتايد، يعني بولي بيبتايد وبولي بيبتايد محتاج الحمهم مع بعض. طب لو البروتين بولي بيبتايد واحده بس زي ما خدنا قبل كده، خلاص وانا هقف عند الترشري وشكرا، ما عدتش اقدر اعمل اي حاجه. بص كده في الصوره دي، ده البرايمري، بعد كده قلب لسكندري، قلب لترشري، شوف بقى عندك لونين، ادا لون وادا لون تاني عشان يعمل لي الكواترنري ستراكشرز، تمام، او الكواترنري اورجانيزيشنز. سهل الكلام يا باشا. يبقى الكواترنري اورجانيزيشنز او الكواترنري بروتين ستراكشرز انا ما بلجألوش الا لو كان البروتين سيفرال بولي بيبتايدز، ماشي يا باشا؟ ماشي. يبقى حتى الان انا ايه اللي انا قلته؟ انا بدات واتكلمت عن تركيب البروتين، وقلت لك ازاي البولي بيبتايد تشينز بتتكون او البيبتايد بوند ازاي بتتكون، حلو. وقلت ان اي بولي بيبتايد تشين لازم يكون لها ان ترمينال وسي ترمينال، وبعدين قلت ان البروتين بتاعي لو ما حصلوش فولدنج ولا ليه لازمه. طب الفولدنج بيتم في كام مرحله؟ في اربع مراحل. المرحله الاولانيه اسمها برايمري ستراكشرز، المرحله الثانيه اسمها سكندري ستراكشرز، المرحله الثالثه اسمها تيرشري ستراكشرز، والرابعه كواترنري ستراكشر. ايه هي اللي بيحصل في البرايمري؟ ان البولي بيبتايد تشينز بتربط مع بعض ببولي بيبتايد بوندز، تمام. وبعرف ايه من البرايمري؟ ممكن اعرف النوع، ممكن اعرف النمبر، ممكن اعرف السيكونس التتابع او الارينجمنت. طب في السكندري برتب البولي بيبتايد في صوره حلزون او في صوره صفوف وبربطهم. انا قلت لك بقى ده الفهم ليك انت بس. طب الترش ده الشكل النهائي، البروتين بياخد شكل ثلاثي الابعاد، بقول
بنقول عليه 3 دايمنشنال ستراكشر، ده بالكواترنري. لو البروتين اكتر من بولي بيبتايد بلجأ للكواترنري وامسك البولي بيبتايد مع بعض، وكل بولي بيبتايد في الحاله دي بقول عليها يونتس او سب يونتس، يعني وحده اصغر يعني. سهل الكلام، سهل الكلام. طيب عايزك تبص برضو معايا في نفس الجزئية دي على موضوع كده او معلومة كده اسمها denaturation of البروتين. دي ده ايه؟ دي يعني افقاد. naturation طبيعة، عارف انت انا هافقد البروتين طبيعته. denaturations يعني تدويب البروتين من الاخر، انا عايز ادوب البروتين. اسمها denaturation of البروتين اللي هو loss، فقدان البروتين. conformations التكوين او الهيكل بتاع البروتين. يعني هات البروتين بتاعك وافقده إيه الطبيعه بتاعته، افقاد البروتين طبيعته او افقاد البروتين شكله. ماشي؟ طيب انت هتفقد البروتين شكله ازاي؟ قال لك هتجيب البروتين وهو مثلا لو كان زي في الصوره اللي قدامي دي، بص كده ركز معايا، لو كان البروتين بتاعك كده الشكل اللي قدامك ده اللي انا بقول عليه الترشري، او لو كان مثلا البروتين كده كده اللي انا بقول عليه السكندري اهو، او لو كان كواترنري. حلو حلو، هحول البروتين حتى لو كان كواترنري اهو، خلينا نرسم لك واحده كواترنري كمان اهو، يعني اتنين بروتين مع بعض، دي اسمها ايه يا باشا؟ دي اسمها الكواترنري. احول الكواترنري واحول الترشري واحول السكندري لبرايمري كله. ليه بقى؟ ركز كده معايا، هي نفس الفكره. انا في الديناتيوريشن بعمل ايه يا دكتور؟ بص يا باشا، انت في الديناتيوريشنز بتيجي على الروابط الضعيفة وتكسرها. الله أكبر، واحد يقول لي يعني الروابط الضعيفة؟ أي حاجة غير البيبتايد بون، يعني اجي على الرابطة ده ايه؟ شك تشك واكسر، ودي شك تشك اكسر، ودي اكسر، واجي على الرابطة دي اكسر، والرابطة دي اكسر، والرابطة دي اكسر، والروابط اللي عاملة لك الترشري اكسرها كلها. فانت بتعمل ايه؟ برجع البروتين من السكندري للبرايمري، ومن الترشري للسكندري للبرايمري، ومن الكواترنال للترشري للسكندري للبرايمري. طب هل ينفع مثلا لو سخنت البروتين او اديته اسيد اكسر البيبتايد؟ ما تقدرش، عارفش تكسر، صعبه جدا، قويه جدا، كوفيلنت بوند، رابطه قويه جدا، ما تقدرش تيجي ناحيتها. فلو جينا نبص بقى في تعريفه للديناتوريشن هو ايه؟ ان انا بعمل خلل، disruption يعني خلل او تكسير، او the disruptions الخلل او التكسير. تمام؟ تكسير لمين يا باشا؟ للسكندري او التيرشري او الكواترنري organize، اي واحد منهم من البروتين. تمام كده؟ عشان انت بتكسر ايه؟ due to cleavage، تكسير، انا بكسر ال non-covalent bond، الروابط غير التساهمية. non-covalent يعني غير التساهم. واحد يقول لي يعني ايه غير التساهم؟ يعني اي رابطه مش بيبتايد بوند، يعني نوت بيبتايد بوند. حلو حلو. طيب هل ينفع مثلا اجي على البرايمري ستراكشر واعمل له ديناتوريشن؟ قال لك لا، بص البرايمري ستراكشر من البروتين موليكيول مالها اللي هي البيبتايد بوند از نوت افكتد، مش هتقدر تعمل فيها اي حاجه. مش فاهم، في الديناتوريشن انت بتكسر الروابط الضعيفه. هل البيبتايد بوند رابطه ضعيفه؟ لا، انا قلت لك في الفيديو ده والفيديو السابق ان البيبتايد بوند رابطه قويه جدا. طب مين اللي هيتاثر؟ الروابط الضعيفه. طب اين توجد الروابط الضعيفه غير البيبتايد بوند؟ في السكندري، في الترشري، في الكواترنري. وبالتالي لما تيجي تعمل ديناتوريشن مين اللي هيتاثر؟ سكندري ستراكشر، ترشري ستراكشر، كواترنري ستراكشر. هل البرايمري هيتاثر؟ لا، هيفضل زيه. يبقى لو جبت حته بروتين وسخنتها هحولها ايه؟ للبرايمري ستراكشر. يعني ايه البرايمري ستراكشر؟ للصوره الاوليه من البروتين او الصوره المستقيمه من البروتين بتاعي. سهله دي؟ سهل. والصوره بص كده معايا، صور حلوه قوي. ادي بروتين اهو، يعني ده بروتين اهو فولدد. يعني ايه فولدد؟ يعني ملفوف حوالين بعض. انت عملت له ديناتوريشن بالحراره ما سخنته، ساعتها هيبقى انفولد، بس ما عادش هتقدر توصل لاكثر من كده، يعني مش هتقدر تقطعه مثلا، لا هو اخره كده. تمام كده يا باشا؟ 100 100، ايزي بيزي، ايزي بيزي. ده اول حاجه ممكن اثر فيها على البروتين، وهو ان انا اعمل له ايه يا باشا؟ دي ناتوريشن. تمام؟ دي ناتوريشن. طب صلي بينا على النبي، لو انا قلت لك المعلومه الاتيه، بص كده معايا، ايه هي المعلومه الاتيه؟ لو انا افترضت معاك مجازا، تمام كده، ان المسؤول عن الفولدنج بتاع البروتين، يعني اللي بيلف لك البروتين ده، هو تركيب اسطواني في الجسم، مالكش دعوه باسمه ايه. التركيب الاسطواني ده بقوم واخد البروتين بتاعي، حلو، ومدخله جواه، وبعد كده مطلعه للشكل الفورس. طب بص كده معايا، هقول لك بصوره ابسط. انا هفترض معاك ان البروتين اول لما بيتم انتاجه عامل زي الخيوط بالظبط، بيبقى عباره عن خيط رفيع، ده البرايمري ستراكشر. يعني بجيب القطن واحطه في المكنه، المكنه تطلع لي او تحول القطن الخيط ده البرايمر، او واخد الخيط ده بقى ومصبغه
ملونه، مخليه تخين، مخليه رفيع، مخليه مزغرف، قام عامل منه سكندري ستراكشر. وقام جاي على السكندري ستراكشر الخيط ده بقى مدخله مكان ومطلعه حته قماش، يبقى ده التيرشر ستراكشر. وبعد ما طلعت قماش افصل منه الملابس بقى، ده الفورس ستراكشر. تمام تمام، ده يعني احفظ كده مين الاورجانيزيشنز بتاعت البروتين. كل ده بيتم في مكنه في الخليه، مالكش دعوه اسمها ايه. فرضا بقى المكنه دي بايظه، بمعنى ايه؟ بيخش لها البرايمري ستراكشرز فتطلع لك بروتين غريب، لو سكندري ولا تيرشري ولا كواترنري، تعمل ما يطلق عليه بلف بالغلط، ميس فولدنج، تعمل لك ابنورمال بروتين. يبقى الميس فولدنج ده هو خلل في لف البروتين بسبب مشكله في الخليه او مشكله في التركيب المسؤول عن لف البروتين. فبقول عليها او بسميها بروتين ميس فولدنج. يعني ايه ميس فولدنج؟ خلل في لف البروتين. ميس يعني خلل، فولدنج في ثاني البروتين. ايه اللي يحصل بقى في الحاله ده؟ هي الميس فولدنج بروتين هياخد شكل غريب زي ما انت شايفه كده. اول لما يطلع للخليه تبدا الخليه تفرز انزيمات وحاجات تكسر الميس فولدنج بروتين ده. فاول حاجه النتيجه ايه؟ الايفكت ديجريدد، يعني بيتكسر بالسيلولار ميكانيزمز بطرق معينه في الخليه. يعني ادى ميس فولدد بروتين تبدا الخليه تكسره لك وتطلعه لك حتت صغيره كده، والحتت الصغيره اللي قدامك ده بقى، يبقى اول حاجه نعمل ايه للميس فولدد بروتين؟ نعمل له ديجريديشن. يعني ايه يا دكتور ديجريديشن؟ اللي مكتوب عندك ده يعني تكسير. بعد ما تكسره يطلع يونتس صغيره. ايه اللي يحصل في اليونتس الصغيره ده؟ يحصل لها اكيوموليشن، تتراكم جوه الخليه. ولما تتراكم هذه الوحدات الصغيره جوه الخليه تبدا تظهر الامراض. يبقى انا عندي مجموعه من الامراض بتنتج من خلل في لف البروتين، اسمها ميس فولدنج اوف البروتين، او يعني من الاخر كده اهو انا عندي ده اسمه ابنورمال بروتين. يعني ممكن اقول عليه ابنورمال بروتين، بروتين بايظ، بروتين فيه عيب، بروتين معيوب، بروتين مش تمام. تمام تمام. ايه اللي بيحصل في الابنورمال بروتين؟ بكسره، وبعد ما اكسره بعمل اكيوموليشنز للاجريجيتس انسوليبل، يعني اللي مش بتدوب، اجريجيتس تجمعات للميس فولدد بروتين. يعني ده اسمها اجريجيتس، تجمعات منين؟ من البروتين الذي لا يذوب. سهل الكلام ده؟ هذه التجمعات من البروتين الذي لا يذوب تبدا تتراكم في الانسجه او الخلايا وتعمل مشاكل. زي ثلاث امراض هو ذكرهم لك هنا، وانا مش محتاج اعرف ايه هو الابنورمال بروتين بتاعهم، بس عايز اعرف ايه هي نواتج الابنورمال بروتين. مرض مشهور جدا اسمه الزهايمرز ديزيز، غني عن التعريف، وهناخده ان شاء الله باذن الله السمستر اللي جاي في السي ان اس. مرض الزهايمرز ديزيز هو بعض الناس بتبدا تفقد الذاكره وتفقد معاها حاجات كتير. بيبقى سببها ايه؟ ان في ابنورمال بروتينز كان المفروض يطلع ويتكون في نورمال بروتين كان المفروض يطلع ويتكون في المخ عشان يحافظ على قدره الخلايا العصبيه ان هي تقوم بوظائفها. هذا البروتين ما طلعش، حصل له ميس فولد، اتكون بالغلط او اتكون نوع منه اسمه ابنورمال، فهو اللي عمل المشكله. زي بروتينين، الاميلويد بيتا، وده له دور مهم جدا في عمليه الترانسميشنز، والتاو بروتين، اسمه كده تاو بروتين، ده برضه مهم جدا ان هو بيحافظ على قدره الخلايا العصبيه على القيام بوظائفها. البروتينات ديت لما يحصل فيها ميس فولدنج هيظهر عندك المرض اللي اسمه الزهايمرز ديزيز. مرض تاني اسمه الباركنسونيزم، برضه هنتكلم عنه السمستر الجاي ان شاء الله، وهو الشلل الرعاش، الناس اللي تلاقي ده عماله قاعده ترتعش كده، اسمه الباركنسونيزم. دي برضه نفس المشكله، بيبقى عنده مشكله او ترسيبات لبعض الابنورمال بروتينز في البيزا الجانجليا. البروتينات دي كان في الاصل وظيفتها ان لما يجي ستيميوليشنز كتير قوي للعضلات ومش عارف ايه تظبط الدنيا. طيب انا لو البروتين بتاعي حصل له ميس فولدنج واتكون بروتين بايظ، هيبدا يظهر عندك المشكله اللي اسمها الباركنسونيزم، بسبب ايه؟ ترسيبات للالفا سينيكيولين. وات از ذا مينينج اوف الفا سينيكيولين؟ ده الابنورمال بروتينز اللي بيتكون في حاله الباركنسونيزم. مرض مشهور جدا اسمه الاميلويدوزيس، وهتاخده ان شاء الله في البطنه والاطفال وما الى ذلك. ده بيحصل في ايه؟ ان بيتكون فيه اميلويد بروتين بكميات كبيره جدا ميس فولدد او ابنورمال، ويترسب في اعضاء مختلفه وياثر على وظائفها، او ديبوزيشنز للاميلويد فايبرلز، لخيوط الاميلويد بروتينز. تمام، دي ثلاث امراض ناتجه من الميس فولدنج. كل اللي حصل ان البروتين ما حصلوش فولدنج كويس، بحيث ان هو يبقى كيبابل اوف ان هو يقوم بوظيفته، وبالتالي اتكسر وتراكم الانسولابل اجريجيتس، التجمعات التي لا تذوب من هذا الميس فولدد بروتين اللي اتكسر، اترسبت في اورجانز مختلفه او اعضاء مختلفه،
اثرت على وظيفتها، زي في حاله الباركنسونيزم، او اسف الاول الالزهايمر، ثانيا الباركنسونيزم، ثالثا الاميليودوزيس. يبقى انا دلوقتي ليا تطبيقين على حته الفولدنج او الاورجانيزيشنز بتاعه البروتين. لو انا جيت قلت لك انت افقدت البروتين طبيعته، يبقى انت عملت فيه ايه؟ حولته من السكندري او التيرشري او الكواترنري للبرايمري. لو انت نتج عندك ميس فولدنج بروتين، ايه اللي هيحصل؟ هيتكسر بالسيلولار ميكانيزم، الخليه هتفرز حاجات تكسره ويترسب جوه الخليه، ولما يترسب يحصل مشكلتين، مشكله ترسيبه ومشكلة ان البروتين ده المفروض كان يتكون بروتين سليم يقوم بوظيفة، وما عادش عندي بروتين سليم، فبالتالي بدأ تظهر المشكلة الاخرى عندي داخل الجسم بتاعي. سهل الكلام يا باشا، ايزي بيزي ايزي بيزي. فاضل لي بقى اخر جزئية في المحاضرة، الا وهي تقسيمة البروتينات. خلاص احنا اتكلمنا عن الفولدنج والحاجات المشاكل والكلام ده، وكذلك الميس فولدنج. هنتكلم بقى عن تقسيمة البروتين، كلاسيفيكيشن. تقسيمة سهلة مهمة، بتيجي في الامتحان فيها حفظ كتير. قسم البروتين لحاجة من حاجتين، لا بروتين بسيط بقول عليه سيمبل بروتين، سيمبل اهو بروتين يعني بروتين بسيط، لا بروتين مش بسيط معقد كونجيوجيتد بروتين، اسمه كده كونجيوجيتد بروتين. يعني ايه سيمبل بروتين؟ قال لك يعني بروتين هو عبارة عن بروتين فقط، بروتين فقط، ما فيش اي حاجه تانية الا بروتين. يعني من الاخر مجموعه من الامينو اسيد ماسكه مع بعضها البعض بروابط ببطيديه، بقول عليها ببطيبوند. لما حضرتك تكسرها، يعني اكسرها يعني تعمل لها هيدروليسيز، مش هتطلع او الناتج هيبقى امينو اسيد بس، يبقى المركب اللي لما كسره ما يطلعش الا امينو اسيد فقط، بقول عليه سيمبل بروتين. امال يعني ايه بقى كونجيوجيتد؟ هو مركب بتلاقي نصه بروتين، مش لازم نصه يعني، او جزء منه بروتين وجزء منه مش بروتين، نون بروتين. زي مثلا اللايبو بروتين، بروتين ولا مش بروتين؟ بروتين. ليه؟ لان جزء بروتين وجزء ليبيد، لما تكسره هتطلع حاجتين، بروتين اهو وليبيد اهو. ففي الحاله دي اقول على ايه؟ كونجيوجيتد، لان جزء بروتين وجزء نون. انما انت عندك مثلا مركب زي الجلوبيولين، لما تكسره هتطلع امينو اسيد فقط، فبقول عليه سيمبل بروتين بس. يبقى ماذا نعرف او كيف نقسم البروتين؟ نوعين، اما سيمبل بروتين البروتينات البسيطه، او اما كونجيوجيتد بروتين البروتينات اللي مش بسيطه. يبقى سيمبل بروتين او كونجيوجيتد بروتين البروتينات المقترنه مع غيرها. سهل الكلام؟ سهل الكلام. طب تعال نبص يا باشا، يعني ايه يا دكتور سيمبل بروتين؟ قال لك هو عباره عن البروتين اللي اون هيدروليسيز، لما تكسره لما تحلله هيطلع فقط، كلمه اونلي ده المهمه جدا، امينو اسيد. ودي تيجي سؤال ام سي كيو، يقول لك البروتين which is اون هيدروليسيز بيطلع فقط امينو اسيدز، فتقول له سيمبل بروتين. امثله عندك 3 4 امثله. بص يا باشا، الالبيومين والجلوبيولين هيجي لك في الام سي كيو، نوعهم ايه؟ تقول له سيمبل بروتين. ليه؟ لان لما كسرهم هيطلعوا امينو اسيد. بس بيقول لك خلي بالك بقى، معلومه زياده بقى، الالبيومين والجلوبيولين فيهم كل الانواع بتاع الامينو اسيد. يعني ايه؟ الانين، ارجينين، هيستيدين، لايسين، ليوسين، سيستين، ايزوليوسين، كمل بقى، وفينايل الانين وتريبتوفان وطيروزين وكل العيله وجلوتاميك اسيد واس، كل الامينو اسيدز موجوده في هاتان المركبات. عشان كده بقول لك ايه؟ بص، كلاهما ار يعتبر هاي بيولوجيكال فاليو بروتين، بروتين ذات قيمه غذائيه، بروتين ذات قيمه غذائيه. علل، قال لك لانه يحتوي على كل الاستنشال امينو اسيد. خلي بالك، انا اسف، مش كل انواع البروتينات كلها، لا، الاستنشال بالذات، يعني هو في اغلبيه البروتينات ولكن كل الاسينشال موجودين فيه. فاكر الاسينشال اللي لازم تاخدهم في الاكل؟ وعشان كده دايما يقول لك ايه؟ كل بيض واشرب لبن. ليه؟ اصل فيهم بروتين. انهي بروتين؟ البروتين اللي الجسم مش هيصنعه، واقصد بهم الاسينشال. هو في اسينشال ونان، بس الاكتر او الاهم بالنسبه لي هو الاسينشال امينو اسيد. تاني، يبقى تاني، مين هو البروتين الذي يحتوي على كل الاسينشال امينو اسيد؟ الالبيومين والجلوبيولين، دول اسماء البروتينات. اين احصل عليهم؟ كل بيض، اشرب لبن. عندك بروتينات تانية اسمها سكليرو يعني سكليرو بروتينز، بروتينات في صورة شيتس أو فايبرز أو فيلمنت، خيوط يعني، زي الكيراتان أو الكيراتين والكولاجين والإلاستين.
دول كلهم بروتينز سيمبل. يعني ايه سيمبل؟ يعني لما كسرهم هيطلعوا مين يا باشا؟ قالك لما كسرهم هيطلعوا لك امينو اسيد فقط. اما عطلك بس الكيراتين لوحده موجود فين؟ في الشعر، في الجلد، في الضوافر، في قران الخرفان والكلام ده، وفي الضوافر اهو ماشي مش مهم. يبقى الكيراتين والكولاجين والإلاستين، واضف عليهم الألبيومين، واضف عليهم الجلوبيولين، دول يعتبروا سيمبل أمينوز. طب تعال نشوف بقى النوع الثاني السهل اللي احنا خدنا نصه. اه والله العظيم بص بقى الكونجيوجيتد عباره عن ايه؟ قال لك جزء بروتين وجزء مش بروتين، بروتين بارت ونون بروتين بارت. بص بقى على حسب النون بروتين بارت، نوع النون بروتين بارت انت عندك 6 انواع. النوع الاولاني فوسفو بروتين، يعني فوسفيت زائد بروتين. النوع الثاني لايبو بروتين ليبيد وبروتين، جلايكو بروتين كربوهيدرات وبروتين، ميتالو يعني معدن، ميتالو معدن اهو معادن ماسكه في بروتين، كرومو الوان لون ماسك في بروتين، نيوكليو نيوكليك اسيد ماسك في بروتين. تعال نشوفهم، تعال نشوف. بص يا باشا الجدول ده سهل جدا وانا مظبطه لك تظبيطا انت هتبص على تحفظه. بقول لك في الامتحان يعني ايه فوسفو بروتين؟ تقول لي بروتين زائد فوسفيت. يعني ايه لايبو بروتين؟ تقول لي بروتين زائد ليبيدز. يعني ايه جلايكو بروتين؟ بروتين زائد كربوهيدرات. يعني ايه ميتالو بروتين؟ بروتين زائد ميتال يعني معدن. يعني ايه كرومو بروتين؟ بروتين زائد صبغات بيجمنت يعني صبغه. بيجمنت دي يعني ايه صبغه. يعني ايه نيوكليو بروتين؟ بروتين زائد احماض نوويه نيوكليك اسيد اسمها كده احماض نوويه نيوكليك اسيد. الامثله الفوسفوبروتين، انا عايز مثال على الفوسفوبروتين. قال لك على في اللبن اه في بروتين اسمه كازين، ده عباره عن بروتين ماسك في فوسفات اهو الكازين، كازين وجينا الملك كازين ده اهو نوع فوسفوبروتين. ده سؤال ام سي كيو اجي اسالك في الامتحان ثلاث اسئله هنا. الكازين نوعه ايه؟ رقم واحد كونجيوجيت. الكازين اسمه ايه؟ فوسفوبروتين. رقم ثلاثة الكازين عباره عن ايه؟ ايه بروتين مع فوسفات. طب اللايبو بروتين خدناه، قال لك زي مين؟ البلازما لايبو بروتين خدناهم في سمستر 3 او اسف سمستر 2 قايلو مايكو هناخدهم في الليبل في ال دي ال في فيري لو دينست لايبو بروتين لو دينست لايبو بروتين هاي دينست لايبو بروتينز كلهم لايبو بروتينز تمام ولكن باختلافات او تركيزات معينه. دولت هناخدهم ان شاء الله باذن الله في الليبل وخدناهم. دولت لايبو بروتين مسؤولين عن ان هم بينقلوا الليبل لان انت عارف ان الليبل ما بيمشيش في الدم عايش شيال او عربيه. العربيه اللي بتشيل اسمها لايبو بروتين. في عندي اربع عربيات قايلو مايكرو فيري لو دينست لو دينست وايه هاي دينست لايبو بروتينز. طبعا ايه احسن واحد فيهم فيري لو دينست. وعندك اللايبو بروتين اللي موجود في السيل ميمبرين. طب الجلايكو بروتين يا ابني والله خدناه، ارجع كده لاخر ورقه من من ورقات الابزوربشن اندجيشن بتاع الكربوهيدرات المحاضره الثانيه. وظائف الجلايكو بروتين تصنيع الميوسين اهو تصنيع الميوسين اي بي او بلاد جروبنج اي انتي بوديز للاميونوجلوبولين بيدخل في تركيب السيل ميمبرين. كمل بقى هنا بيدخل في تركيب الانزيمات بيدخل في تركيب مش عارف ايه نفس الوظائف بالظبط. طب الميتالو بروتين خدناه، بص الهيموجلوبين ماسك في حديد شايل الحديد، الانسولين في زنك ميتالو بروتين، الفيريتين في حديد تخزين، سيريولوبلازمين ترانسبورتر اهو عباره عن ايه؟ عباره عن كبر بيشيل حديد او اسف كبر نحاس، نحاس ماسك في بروتين. هو يعتبر طبعا السيريولوبلازمين ده جلايكو بروتينز عباره عن ايه؟ كربوهيدرات وبروتين ماسك فيهم كبر وبالتالي ممكن اعتبره ميتالو بروتين عادي. طب الكرومو بروتين الهيموجلوبين لونه ايه؟ احمر. ليه؟ لانه عباره عن بروتين ماسك في صبغه لونها احمر اسمها الهيم عشان كده سميها بالهيموجلوبين. عباره عن ايه؟ صبغه جواها حديد جواها اكسجين متشال كلهم ماسكين في بروتين ماشي. طب النيوكليو بروتين خدته والله العظيم خدته. قال لك ايه انت يا باشا ده عباره عن الدي ان اي بتاعك اهو دبل ستراند ده اهو. هل الدي ان اي بتاعك كده؟ قال لك لا، انت بتجيب الدي ان اي بتاعك الطويل ده اهو اللي بالمتر وتدخله جوه الخلايا التي لا ترى بالعين المقرده. ازاي بقوم جايب حته بروتين اسمها هيستون فاكر خدتها في سمستر 1 وقوم جاي حوالين الهيستون بروتين ده ولافف مين الدي ان اي بتاعي. فلما الف الدي ان اي بتاعي بدا او بدل مكان اسمه دي ان ايه بقى اسمه كروموزوم. يبقى الكروموزوم هو مجموعه من الدي ان ايه الملفوفه حوالين البروتين اللي اسمه هيستون بروتين. يبقى ايه اهميه الهيستون بروتين؟ بلف الدي ان ايه حواليه عشان اقدر ادخله جوه الخليه. ان لو فردت الدي ان ايه كده متر والخليه لا ترى بالعين المجرد هتدخل ده جوه ده ازاي؟ فبلفلفه بقى بحط حواليه هيستون بروتين فيلف حوالينه فحجمه يقصر فحطه جوه الخليه. نفس الفكره الريبوزوم بتاع اهو عبارة عن ايه؟ سمول يونت ولارج سب يونت، واحدة بقى وحدة طويلة وواحدة كبيرة، بيبقى فيها من هنا يا باشا؟ في عندك ريبوزومال ار ان ايه وطبعا في بروتين فهو يبقى بروتين ماسك في ار ان ايه ماسك في النيوكليك اسيد اهو شكرا. دي في حتة الريبوزوم جوه الريبوزوم الار ان ايه اللي هو الريبوزومال ار ان ايه يعني ماسك مع بروتين
وفي الكروموزوم الهيستون بروتين اهو ماسك في دي ان ايه عشان يعمل لي الكروموزوم تاني. يبقى ار ان ايه ماسك مع بروتين يعمل لي ريبوزوم. معروفه والله تركيب الريبوزوم ايه، بروتينات والريبوزوم الار ان ايه. سيبك من ترانسفير الام ار ان ايه ماشي. طب الكروموزوم عباره عن ايه؟ دي ان ايه حواليه بروتين اسمه هيستون بروتين بس. شكرا. الامثله دي مهمه جدا 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 جدا. بقول لك مثلا الكازين ده نوعه، تقول لي فوسفوبروتين، بقول لك الكروموزوم تقول لي والله نيوكليوبروتين، لما اقول لك مثلا الانتي بودز تقول لي جلايكوبروتين، لما اقول لك مثلا سيرولوبلازمين تقول لي ميتالوبروتين، بس وهكذا. بس الحته دي مهمه جدا 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 يا شباب فوق الوصف كده. الحمد لله رب العالمين احنا خلصنا المحاضره الثالثه في البايو، الا وهي محاضره البروتين، محاضره مهمه جدا 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 وفيها حفظ كتير قوي. وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله.